بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله، اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. مكملين مع حضراتكم خاطرة الفجر في العشر الأوائل من ذي الحجة، وعايز قبل ما أقول لكم القاطع اللي هنشيله من قلوبنا النهاردة علشان القلب يقدر يشوف ربنا ويستقبل الإلهامات الربانية اليومية، عايز أراجع معاكم إحنا فين من السير إلى الله في العشر الأوائل. الأيام بتعدي وخلاص، يعني الوقفة تقريبا يوم الاثنين والعيد يوم التلات، فالأيام بتعدي، فالمشغول شوية في شغله أو في الأجازة، ربنا يمتع الجميع يا رب بالدنيا والآخرة، بس ابدأ واعمل وقفة مع نفسك كده وشوف انت ممكن تاخد خطوة ايه لربنا سبحانه وتعالى في الأيام اللي جاية. واللي واخد خطوات وبادئ في الأعمال الصالحة ومركز كده وعنده حالة من الوعي انه في أيام هي أغلى الأيام على الله، اشكر ربنا سبحانه وتعالى، لأن الدعاء بيقول لن تطاع إلا بإذنك ولم تعصى إلا بعلمك، فانت واخد الاذن من ربنا فسمي الله وكمل زي ما انت، واثبت كده عشان تبقى ايام العيد ايام فرحة بعد طاعة. واللي مش بادئ يلا سمي الله واطلب من ربنا الاذن، زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مسك ايد سيدنا معاذ بن جبل وقال يا معاذ اني احبك، ولكن لا تنسى ان تقول بعد كل صلاة، لا تترك هذا الذكر، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما تنساش يا معاذ انك محتاج الاذن من ربنا سبحانه وتعالى، فادعي الدعوه دي دايما، دعوه وصيه النبي سيدنا معاذ، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ودي من اذكار الصلاه، بقولها بعد الصلاه عشان ربنا يفتح لك الابواب كلها. المعنى النهارده اللي عايز اشارك حضراتكم فيه معنى ليه وشين، وش ايجابي ووش سلبي. الوش السلبي ده بيقطع القلب جدا عن الاحساس بمعيه ودعم وإعانة ورعاية وعناية الله، والشخص اللي عايش في دنيا الله سبحانه وتعالى مش حاسس بالعناية الإلهية شخص تعيس، لأن صاحب الكون هو مش حاسس أنه معاه. المعنى ده اسمه الاستحقاق. الاستحقاق معنى إيجابي وسلبي. هقول لك المعنى الإيجابي الأول اللي كلنا لازم نعليه عندنا. الاستحقاق بمعناه الإيجابي إنك أنت تستحق إنك أنت تعيش عيشة محترمة وتعيش عيشة كريمة، فلو سمحت هذا الاستحقاق المفروض يعلي عندك قيمة تحمل المسؤولية. لو سمحت اصحى بدري وانزل شغلك، لو سمحت شد حيلك وحوش عشان تبني نفسك، أنت تستحق تعيش عيشة كريمة. ما تكسلش، ما تكسلش لو جات لك وظيفة بعيدة شوية عنك انك انت تشقى في بداية حياتك هتستريح بعدين، انت مديون لنفسك انك انت تعيش عيشة كريمة، فعلي حس المسؤولية وانزل اشتغل من الساعة 7 الصبح، انت تستحق العيشة الكريمة. انتوا اللي متجوزين ومقطعين بعض في البيت خناقات وشتايم ومد ايد على بعض، انتم تستحقكم انك انتم تعيشوا عيشة فيها مودة وفيها رحمة وتدوقوا الحنية مع بعض، انتوا مالكوش غير بعض. النهاردة لو انت بتضرب مراتك امال مين اللي هيطبطب عليها، وانت لو بتشتمي جوزك مين اللي هيحترمه؟ فانتوا تستحقوا، هذا استحقاق ايجابي يعلي المسؤولية ان احنا نستثمر في علاقة الحب اللي ما بيننا. انت تستحق انك تكون محترم، لو سمحت بطل هزار عشان انت الناس بتتريق عليك من كتر ما انت بتهزر. الاحترام ينتزع، الاحترام ما حدش بيتصدق بيه على حد، انت بتنتزع الاحترام من اجتهادك وانك انت راجل خدوم ومحترم وفي ظهر اصحابك ومش بتهزر عمال على بطال، فالناس اخدت عليك ومن كثر مزاحه قلت هيبته. لو سمحت واحدة واحدة، تستحق انك تكون محترم، فخد بالك من السلوكيات اللي بتخلي الناس تفتكرك، اللفظ المصري المشهور هفق، انت تستحق انك انت تنتزع الاحترام من الناس. ده معنى الاستحقاق الايجابي اللي بيعلي المسؤولية عند الانسان وبيخليه يجتهد لانه يستحق يعيش عيشة كريمة. المعنى السلبي للاستحقاق واللي بيحجب الانسان عن الاحساس برعاية وعناية ربنا هو استحقاق سلبي
بيحرم الإنسان من الرضا. استحقاق الإيجابي بيعلي المسؤولية، والاستحقاق السلبي بيحرم الإنسان من الرضا. الاستحقاق السلبي إن أنا شايف إن ربنا محقق لي بمستوى معين من العطاء، والمستوى اللي أنا متوقعه إن ربنا محقوق، مش حسن ظن في ربنا، إن أنا قلبي بيعاتب ربي لما ربنا ما يدينيش الحاجة اللي ربنا محقوق بيها ليا. محقوق يعني أنا من حقي على الله إنه يعمل، ولو ما عملش اللي أنا ملزم بيه ربنا سبحانه وتعالى هتضايق، وأحس إن ربنا ما كان ينبغي إنه يعمل معايا كده، مش أنا اللي يتعامل معايا كده. القلب بيخاطب ساعتها الرب جل في علاه، ويبدأ الإنسان يبقى عنده حالة من عدم الرضا على عن مقتنياته. بس عدم الرضا ده مش عدم الرضا اللي بيبعث على الطموح، لأنك أنت لو مش راضي عن مقتنياتك، يلا بسم الله من بكرة الصبح انزل واشتغل ونعم المال الصالح للعبد الصالح، واللي عنده عربية قديمة حوش وجددها. وسيدنا النبي كان يقول البركة في الدابة النجيبة، الدبة الحلوة السريعة، والبيت كثير المرافق، البيت يبقى فيه قوض كتير، ربنا يوسع عليك. ولم ينهى صلى الله عليه وسلم عن التوسعة في الدنيا مدام الإنسان بيخرج زكاة ماله. ولكن الاستحقاق السلبي إن أنا شايف في إيديك ساعة بخمسمائة جنيه وأنا الساعة اللي في إيدي بمائة جنيه، ما كان ينبغي لربنا أنه يفضلك علي. عشان كده ربنا قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. انت اشتغلت وهو اشتغل، انت تعبت وهو تعب، ثم جاءت قسمة الارزاق. الاستحقاق ان ربنا ما كان ينبغي انه يكرمه اكتر ما يكرمني، هذا الاستحقاق بيحرم الانسان من الرضا. عشان كده لما بيعرفوا القناعة بيقولوا الرضا بالموجود بعد بذل المجهود. مش عملت اللي عليك واديت العبادة، أقصد السعي في الرزق، ما هو السعي على الرزق عبادة، عملت العبادة اللي مطلوبة منك في الرزق إنك موتت نفسك، ارضى بالمقسوم. عشان كده الحسد بيجي من الاستحقاق السلبي ده، إن شايف حد معاه حاجة إيجابية، حاجة مادية أو معنوية، شايفه بيضحك مع أهل بيته أكتر مني، مع إنه يعني ما بيصليش أكتر مني يعني، فيبقى عندي استحقاق إن المفروض ربنا يفيض عليا من الضحك أكتر ما بيفيض عليه. فيبدأ تنشأ بذرة الحسد. عشان كده العلماء علمونا، وقبل ما أقولك العلماء علمونا إيه، أسوأ حاجة في الدنيا كمان، أكيد مش أسوأ من إحساس الاستحقاق مع الله، بس إحنا نحسه مع بعض. الاستحقاق بيني وبينك إنك أنت ما تندهنيش باسمي، وإحنا أصحاب يا ابني، في إيه يا ابني؟ آه ما أنا باخدت مش عارف شهادة، يبقى أنت، وإحنا كنا لسه إمبارح بنقول يا واد ويلا ومش عارف إيه، وفجأة أنت إزاي ما تقفش لما أخش؟ يا ابني انت مش ابويا ولا شيخي، احنا اصحاب. قال صلى الله عليه وسلم من سره ان يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. يعني احنا الاتنين زي بعض كده، لما اخش لازم تتنفض. ليه؟ اسمه استحقاق غير مبرر. ده انا مش بطلب منك احترامي، لا احنا لازم نحترم بعض، ولا بطلب منك اكرامي، لازم نكرم بعض، حقوقنا على بعض، لكن ده انا بطلب منك انك تديني حاجات غير مبررة بسبب ان انا عندي الايجو عالي جدا جدا جدا، وذاتي عليت جدا جدا، فلما الذات عليت بقيت اطلب من الناس فوق مستوى الانسانيه وفوق مستوى الاكرام، وكانهم شغالين عندي. هذا استحقاق سلبي مع الناس ومع الخلق. عشان كده صلى الله عليه وسلم من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. عشان كده الصالحين لما تيجي تقول له ماذا تريد، قال أريد ألا أريد، أنا ماليش حاجة عند ربنا، أنا عايز اللي هو يحبه، أنا مطلوب مني إيه؟ أسعى أشتغل واجتهد ثم أرضى بالمقسوم بعد بذل المجهود. ده كده استحقاق إيجابي. أما الاستحقاق السلبي فهو ينفي عند الإنسان معنى الرضا، فيحس إنه مش مرعي من ربنا، ولما ربنا ما بيرعانيش يبقى أنا في حالة حجاب عن الإحساس إني في عناية الله. طب هو اللي حاسس إنه مش في عناية ربنا، الفرحة تجيله منين؟ السكون يجيله منين؟ وحط دماغه على المخدة كده وهو عمال يفكر في الناس اللي حواليه، كلهم ربنا مفضلهم عليا، اشمعنى أنا يا رب؟ ومن هنا بذرة الحقد بتنبت، وعمر ما الإنسان يعيش إلا هو بياكل في نفسه.
أعمل إيه علشان أشيل الاستحقاق من قلبي؟ أبذل أقصى جهدي في شغلي وفي تخطيطي لحياتي، أبقى عملت اللي عليا. لو عملت اللي عليا هبقى راضي عن نفسي، لو رضيت عن نفسي أسأل الله سبحانه وتعالى بعد كده أن أرضى بالمقسوم من الأرزاق، المادية المقتنيات والمعنوية المشاعر والأحاسيس اللي بيفيض بيها عليا. اعمل اللي عليك واللي جاي اختيار ربنا. ساعتها الإنسان يعيش ساكن في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم وسع علينا في أرزاقنا حتى لا نمد أيدينا إلا إليك، ولا نتوكل بقلوبنا إلا عليك. اللهم وسع علينا في أرزاقنا، اللهم وسع علينا في مجهودنا، اللهم أذن لنا ببذل المجهود يا ذا الكرم والجود. اللهم لا تجعلنا من الكسالى لا في العمل ولا في بناء الأوطان ولا في العبادة يا رحيم يا رحمن. اللهم ألف بين قلوبنا وانزع شياطين الفرقة من بيوتنا ومن بيننا، وأفض على بيوتنا وعلى بلادنا بالأرزاق الواسعة والسعادة والسكينة والسلام يا مولى الموالي. اللهم بلغنا يوم عرفات وأنت راض عنا، واجعلنا ممن أحسن فيه العبادة ثم تقبلته كما ستتقبل الحجاج يا الله يا الله يا الله. وصلي اللهم وسلم وبارك على رحم المساكين. نشوفكم بكرة. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. اللهم صل على سيدنا.